هو تمام يا دكتور، احنا سامعين حضرتك. سامعني سامعني، اه سامعين تمام كده يا دكتور، دكتور؟ الو، ايه يا تمام دكتور؟ دكتور، سامعين حضرتك. يعني باخد الحيل. سامعني سامعني، اه تمام يا دكتور، عليا سامعين حضرتك. تمام ما تمام بتردوش ليه؟ دكتور، حضرتك قافل السبيكر. ايوه سامعين. ايوه يا يوسف. ايوه يا دكتور، انت سامعين حضرتك وكل ده، بس حضرتك مش سامعنا. لا، ما هو انا مش لازم اسمعكم، بس انا عايز اطمن. يعني انت انا الوحيد اللي، سامعين حضرتك. انت الوحيد الميكروفون بتاعك موجود. على العموم، انا سامعين حضرتك. طيب، وشايفين المحاضرة؟ الفيديو الظاهر. طيب كويس، انا هتكلم بقى، هشرح. شكرا يا يوسف، شكرا. العفو عليك. طيب، احنا كنا وصلنا للسلايد دهيت، اللي هي السينكرونايزنج ما بين الليدرشيب والانتربرونورشيب والاستراتيجي. فهو اهم حاجة انه يبقوا الثلاثة شغالين مع بعض، ان سينكرونيزم، او يبقوا يعني بيساعدوا بعض او بيؤازروا بعض، او يعني دي بتدي دي او دي بتستفيد من دي وهكذا. فالاوبجكتيف في الاخر اللي هو موجود هنا عندك في النوتس، ان جيت جود ليدر. يبقى اهم حاجه انك انت تحصل على الليدر الكويس، جود ليدر. يعني جود ليدر از فيري امبورتنت فور جود مانجمنت، تو كاتش اوبورتيونيتيز، اللي هو يقدر انه يستطيع انه يحط ايده على الفرص المفيدة او الفرص المهمة اللي هي ممكن انها تبقى ناتجة من الانتربرونورشيب، اللي هو دايما الانتربرونورشيب اللي هو بيحب يعمل ادفنتشر، مغامر، اللي بيقدر انه يقول في فرصه في الحته دي او في فرصه في الحته دي اند سو اون. فالليدر بقى هو اللي يبوت ذات انتو اكشن، وبعدين ينفذها او يبوت ات ان بليس، يعني جيت ات دان، او يحط المنهجيه المظبوطه علشان تبقى المساله ده هي انتو اكشن وتقدر الناس تستفيد بيها. يبقى دي فايده الليدر شيب، انها بتكوردينيت مع الانتربرونور شيب وتحطها بعد كده في اسلوب او في منهجيه او في استراتيجي يمكن تنفيذها. بعد كده اللي هم البيلرز اوف مانجمنت، او بيسموها الفانكشنز اوف مانجمنت، اللي هي البي او ال سي فريم ورك، اللي هي البلاننج والاورجنايزنج والليدنج والكنترول. زي ما انت شايف هنا برضو في النوتس موجوده عندك، انه يعني انا شارحهم ببساطه. البلاننج اللي هي سيتنج اوبجكتيفز، انك انت تحط الاهداف بتاعتك،
وبعدين الـ determining the course of action يعني ازاي تنفذها، ازاي تنفذ هذه الاهداف علشان توصل ليها، توصل لاهدافك دي. الorganizing اللي هي بقى عملية التنظيم، مفيش حاجة بتتم من غير ما تنظم، لازم التنظيم. فبيقول لك الorganizational structure يعني ايه organizational، يعني الهيكل بتاع المنظمة بتاعتك او حاجة زي كده. فبتحدد مين اللي هيشتغل اللي هو الهيومن ريسورسز ده، وازاي هيشتغل. فبتاكمبليشمنت بتعمل اكمبليشمنت الاوبجكتيفز، انك انت بتحط بتوظف الريسورسز مع ان اللي هي الريسورسز مثلا الماديه مع الريسورسز الهيومن. ف هو اند وات تو دو، واخد بالك ازاي؟ هو وات تو دو اند وين تو دو، يعني لازم تجاوب على التلات اسئله دي، who what and how، خد بالك ازاي، والريسورس نفسها. الليدنج اللي هو اللي هي عمليه القياده، دي مهمه جدا، القياده دي مهمه جدا. فعلشان تقدر تقائد صح لازم يبقى عندك انفورميشن، انفورميشنال او انفورمال سورسز. يا دكتور حضرتك عملت نفسك ميوت. يا يوسف كلم الدكتور عشان يفتح المايك. هو المفروض مش يعني احنا لو مش سامعينه هو سامعنا يعني صح؟ شلت انا الميوت تمام خلاص تمام كده. شكرا شكرا شكرا. فال زي ما بنقول هنا انه لازم اضمن انه البرفورمانس الاداء يبقى مطابق للستاندردز، كل حاجه بيبقى ليها ستاندردز معينه ما تقلش عنها، بالك ازاي؟ لازم يبقى شيء ستاندرد، في ستاندرد ديفيشن. فلو كان الاداء ماشي تمام مع البرفورمانس يبقى انت عملت الكنترولينج مظبوط. فاحنا عرفنا دلوقتي يعني ايه بلاننج، يعني ايه اورجنايزنج، يعني ايه ليدنج، ويعني ايه كنترول. هنا جيت تطبيق لل بي او ال سي فريم ورك على العصر الروماني، على العصر الروماني. الكلام ده هو هتلاقيه صغير شويه يمكن هنا، انما يعني هو ده كاكزامبل او علشان يدي لك الاحساس انه المانجمنت از ا توبيك از ا فيري اولد توبيك، والناس بتستخدمه وبتستعمله من قديم الازل، وهو ده اللي كانوا مثلا اي حاجه عايزين يعملوها فكانوا بيستعملوه حتى من ايام الرومان. فهنا بيدي لك اكزامبل على البلاننج اللي هو السيتنج اوبجكتيفز، اللي هو في ايام الرومان لما يكونوا مثلا عايزين يبنوا حاجه زي كده مثلا. وبعدين الهيومن ريسورسز اللي هو يقعد بقى يجند الناس او يرغبهم في شغلانه معينه، ده الاورجنايزيشن بقى، وانه يحضر الريسورسز المختلفه ويقول لهم انت هتعمل ده وانت هتعمل ده، اورجنايزيشن.
ده الليدنج بقى انسبايرز اذر تو تيك اكشن، يعني يخلي الناس تعمل الشغل، تعمل الشغل. ده الليد، الليدر ده مهم جدا. وبعدين الكنترولنج اللي هو يقيس الاداء كويس زي الستاندرد ولا مش كويس، يظبط بقى لغايه لما يوصل للايه، للاوبجكتيفز بتاعته. في حاجه اساسيه بقى لازم تراعى في اي مشروع، واخد بالك، اللي هي بنقول عليها التريبل بوتوم لاين. لازم اي مشروع يبقى يراعي النواحي السوشيال، يعني زي ما بيقولوا ايد في ايد. يعني ما ينفعش مثلا انا اعمل مشروع وفي نفس الوقت يبقى على حساب الناس الغلبانين مثلا او الناس التعبانين، يبقى انا مع كانك يا ابو زيد ما غزيت. يبقى لازم يبقى ايد في ايد زي ما ولازم يبقى انفايرومنتالي ساوند، اللي هو بنقول عليه الجرين انفايرومنت، يبقى ايه، ما يسئش الى البيئه. ولازم يبقى ايكونوميك في نفس الوقت، ما ينفعش انه يبقى مجرد بتعمل حاجه ملهاش عائد فتبقى كارثه، لانه قطعا لازم كل حاجه تبقى متظبطه من الناحيه الاقتصاديه. فالتريبل بوتوم لاين اللي هو خط الاساسي الرئيسي الاساسي، يعني المهم جدا انك انت تبقى مراعي الحاجات الاجتماعيه والبيئه والاقتصاد. فهو هنا حتى بيقول لك اهو 3 بيز اللي هي بيبل وبلانيت اللي هو الانفايرومنتال او الكوكب بتاعنا البلانيت، والبروفيتس بيبل بلانيت بروفيتس. البروفيتس اللي هي الايكونوميك كونسيرنز، والبلانيت اللي هي الانفايرومنتال كونسيرنز. يعني ما ينفعش مثلا تعمل مصنع يطلع ثاني اكسيد كربون بكثره او بمعدلات زائده جدا بحيث انه يؤدي الى الهيت او الجرين هاوس افكت اللي هو يرفع درجه حراره الارض، فبالتالي يزداد ارتفاع مستوى الميه، واخد بالك، فتبتدي البحار والمحيطات تاكل اليابسه والناس ما تلاقيش حته او ارض تقعد عليها، واخد بالك. زي ما هو ده، عشان كده الانفايرومنتال كونسيرنز از فيري امبورتنت، والسوشيال كونسيرنز برضو مهمه. ما ينفعش مثلا تروح تعمل مصنع اسمنت مثلا يؤدي الى التهاب رئوي عند الناس اللي جنب المصنع، يبقى عملية قاتلة جدا. ما ينفعش قول ده، ما فيش هنا سوشيال، ما فيش سوشيال كونسيرنز، ما هياش مراعاة، واخد بالك. عند الصور حاجة مهمة برضو انا عايز اقولها، انه المحاضرة دي او الباوربوينت بتاع السي واحد دي، هي دي سي واحد، هي سي واحد، واخد بالك. سي واحد دي اللي هي الانترودكشن اوف مانجمنت، انا رفعتها لكم على المايكروسوفت تيم، واخد بالك. فهي يعني تقدروا تراجعوها وتشوفوها في اي وقت، فهي مرفوعه على المايكروسوفت تيم. وكمان المحاضره اللي جايه اللي هي سي 3 رفعتها على المايكروسوفت تيم. الريفرنسز بقى والشيتس والامتحانات وات ايفر، اي اكسترا معلومات هتلاقوها ان شاء الله تتحط على الايه، على ال ام اس. انا قلت عشان ال ام اس اتاخرت شويه، فاحنا ابتدينا نحط الحاجات دهيت على المايكروسوفت تيم. الامبورتنس اوف ايكونوميك بيرفورمانس، اللي هو يعني ليه الناحيه الايكونوميك دي مهمه، دي مهمه جدا، واخد بالك. فهنا بيقول لك economic performance of a firm is a function of its success. يعني مش هتبقى ناجحة، هتبقى ناجحة هتبقى فاشلة لو ما هياش بتراعي النواحي الاقتصادية، تبقى فشلت in producing benefits for its owners، وإلا مش هتستمر، مش هيبقى فيه sustainability، واخد بالك. بيقول لك اللي هي البنفيتس ديت بتبقى accomplished، ممكن تحقيقها through product innovation. دايما لازم تعمل تجديد، لازم يبقى فيه innovation. الانوفيشن ده مهم جدا، لانه لو الحاجه
حاجه هي بتتعمل ما بيحصلش فيها انوفيشن او بيحصل فيها تحسين امبروفمنت، فهتلاقي ايه الحاجه اللي عندك، طب ما هي عندي انا ما هشتري تاني ليه مثلا، ما خلاص لان واخد بالك. فهو لا كان في انوفيشن او في امبروفمنت هتقوم حتى لو هي عندك ترجع تشتري تاني لانها اتحسنت شويه، ما تحسش انه بقى في مشكله. ف والافيشنت يوز اوف ريسورسز، ما يبقاش فيها هدر في الـ في الـ في الـ لو انت مثلا بتعمل هارنس، انتوا عارفين هارنس اللي هي الضفيره بتاعت الضفيره بتاعت الاسلاك اللي بتتحط في الاوتوموبيل او بتتحط في الاوتوبيس، فالهارنس ده هي بتتعمل بالاسلاك، فلو انت ما قستش مظبوط وما حطتش التيرمينالز مظبوط هيبقى في هدر كبير جدا في الاسلاك، كانك انت الحاجه اللي ممكن تتكلف بجنيه تتكلف منك 10. يقول لك to produce some sort of تحصل يعني ارباح، تحصل ارباح بروفيت بالك ازاي اند سو. فالسوشيال والانفايرمنت ده برضو هنا بيعبروا عنها بحاجة اسمها corporate social responsibility، يعني احنا كلنا مسؤولين واخد بالك، مسؤولين عن النواحي الاجتماعية. ما ينفعش ان انا اسيب واحد غلبان في مشاكله وما ساعدوش، لانه ده هيؤدي لان الكل هيقع بعدين. فلازم social responsibility دي is a must، واخد بالك. فهو هو كونسبت اهو بيقول لك وير باي اورجانيزيشن كونسيدر ذا انترست اوف ذا سوسايتي باي تيكينج ريسبونسبيلتي فور ذا امباكت اوف ذير اكتيفيتيز اون كاستمز. يعني هل الحاجات اللي انا الانشطه اللي انا بعملها ديت وتاثيرها على الزباين الكاستمز، الكاستمرز والسبلايرز والامبلويز والشير هولدرز والكوميونيتيز اللي هم الناس اللي بتشترك في عمليه الايه الانتاج كلها، العميل والسبلاير اللي هو بيؤدي الى الامداد او اي حاجه، والموظفين والشير هولدرز اللي هم المستثمرين والكوميونيتيز، واخد بالك ازاي. واذا كان في برضو انفايرمنت اسبيكتس، واخد بالك، ففي في الاوبريشن نفسها. فالبودي شوب اللي هو بتاع تومز ده اللي هو بيعمل الجزم ده هي، فديت بتدي لك اكزامبل من الايه، ان هو بيحاول يعمل الجزمه ديت بحيث انه يساعد تبقى رخيصه ويقدر الناس كلها تلبس. اورجانيزيشن ويز سترونج سي اس ار، يعني هي بتبقى كوربوريت سوشيال ريسبونسبيلتي. مش كل حاجه غاليه هي احسن حاجه، لا، في حاجات لازم تبقى رخيصه عشان الناس تعرف تشتريها، الناس تعرف يعني تعيش بيها، واخد بالك. فهنا بيقول لك برضو الانديفيديوال ليفل بيرفورمانس، فهنا في انديفيديوالز، في حاجه اسمها الان رول بيرفورمانس والاكسترا رول بيرفورمانس. يعني الان رول انك انت تفولفيل الجوب ديسكريبشن، كل جوب ليها ديسكريبشن معين، ليها وصف معين. لو انت حققت الجوب ديسكريبشن يبقى انت كده عملت الايه المسؤوليات بتاعتك. لكن في حاجات بقى لازم ايه كمان تبقى فيها اديشن، فيها ادد فاليو، انه يبقى في اكسترا رول. ده بيبقى في بيتحقق في حاجه اسمها الاورجنايزيشن سيتيزن شيب بيهافير، يعني انك انت تراعي الناس الكبار مثلا في السن، انه الناس اللي هي مواطنين معاك ليهم حقوق معينه، فده بيبقى اديشنال اكستراز، حاجات زياده لو انت في الجوب ديسكريبشن بتاعك. يعني واحد طب مات في الشارع لازم تلحقه، ما ينفعش تسيبه بقى مرمي في الشارع زي الكلب مثلا، لا، لازم هيبقى في سيتيزنشيب بيهافير مظبوط، نراعي كلنا بعض وهكذا. فده بيسموه الاكسترا رول بيرفورمانس. لو في حاجه اسمها الجروب ليفل بيرفورمانس، ان انا اشتغل اندر الامبريلا اوف ذا جروب، واخد بالك، اندر ذا امبريلا اوف ذا جروب، بحيث انه ايه ما يبقاش فيه كبش فداء،
ما يبقاش فيه كبش في ده. يعني انا بشتغل لكن في نفس الوقت in the context of a group، فيبقى دايما في نوع من انواع السكيورتي، السكيورتي الامان في الشغل. مش انا غلطت خلاص، لا ده انا بشتغل ومعايا ناس بتشتغل معايا، مش غلطه واحده هي اللي هتموت الدنيا او هتكسر الدنيا وهكذا. في اهم حاجه ان احنا نبقى فاهمين ايه الفرق بين الجروب والتيم، لان كل الناس ممكن انها تجمع بعضها وتعمل جروب، لكن التيم بقى ايه الفرق هنا؟ ده زي ما بيقول لك الجروب is a collection of individuals، لكن التيم بقى ده بيبقى عدد قليل من الناس with complementary skills، يعني بيكملوا بعض، زي بالظبط فريق الكورة اللي فيه ناس بتبقى جون مثلا، وفي ناس بتبقى في الديفنس، وفي ناس بتبقى في الاتاك وهكذا، وفي في وسط الملعب اند سو. اخر حاجه اللي هي الليرنينج ستايلز، او عمليه بقى ايه ان انا ارجع احسب اقيس البرفورمانس بتاعي اللي هو الجيج، وادسكفر نقط الضعف بتاعتي، وبعدين ارجع اصلح من نفسي. فهنا جيج تيك ستوك of your knowledge and capabilities about it. فانت بتقيس المعلومات بتاعتك او بتقيس البرفورمانس بتاعك او discover learn enough about it. بتشوف اذا كان في اخطاء ولا في كله تمام. reflect بقى step back، ارجع بقى ولوك at the ways you have achieved your goal. وبالطريقة دي احنا نبقى خلصنا الايه اللي هي المحاضرة الاولانية اللي هي المانجمنت. المفروض ان انا عبيت المحاضرة ده هي في MP4 اللي هو فيديو، عملتها فيديو، وبرضو الفيديو ده هرفعه لكم على ال LMS، بس لما ال LMS تبقى جاهزة إن شاء الله. تمام. فده بالنسبة للمحاضرة الأولانية. هنقفلها بقى ديت، إن إحنا هنبتدي بقى في المحاضرة اللي بعدها. فهنبتدي إيه نرفع واحدة تانية اللي هي دي، اللي هي Marketing Definitions and Importance، اللي هو شابتر واحد في الكتاب بتاع The Principles of Marketing. في حد يعني عايزين تسأله في حاجة قبل ما نبدأ هنا؟ عايزين تسألوا في حاجة في اللي قبليها؟ نفتح تاني ونشوف اللي قبليها فين؟ اللي قبليها نفتحها من هنا. طيب استاذ، Introduction of Management. في حد عايز اي حاجة في المانجمنت دي؟
طيب يبقى احنا بالطريقه دي هنبدا بقى في سي 3. نبدا في سي 3، نقفل دي كده ونبدا في سي 3 اللي هي ماركتنج ديفينيشنز. هو الماركتنج عموما اسهل بكتير من المانجمنت، وهتشوفوا احنا لما هنيجي نتكلم على الماركتنج هتحسوا بالحكاية ده. فإحنا إن شاء الله هنحاول. في حد عنده سؤال هنا ولا حاجة؟ أنا مش عارف يعني. تمام، ما فيش حد عنده حاجة. طيب فهنا بالنسبة للماركتينج ديفينيشنز وإمبورتانس هنجاوب على سؤالين أو بنقول عليهم key questions اللي هو what is marketing و why studying marketing، يعني إيه هي الإمبورتانس بتاع الماركتينج. وكان في سؤال كمان اللي هو who is doing marketing. هتلاقي انه اجابه هو از دوينج ماركتنج دي everybody is doing marketing، يعني مش مثلا واحد، حتى اي شغلانه تلاقي برضو انه هو بيعمل فيها ماركتنج، حتى ان هو ممكن يعمل ماركتنج لنفسه علشان يقدر يجيب بيتر جوب اند سو. ف everybody is doing marketing. ايه هو الماركتنج؟ دي سؤال هنجاوب عليه. و why study marketing what or what is the importance of marketing، ده برضو سؤال هنجاوب عليه. فهنا ال defining marketing او learning objectives، هنا انا صورتي باينه. طيب كويس خلينا كده. طيب define marketing and outline its components، يعني انا هبتدي في الاول ايه اعرف الماركتنج واقول هو بيتكون من ايه. فاول تعريف اهو للماركتنج، يعني انا هقول لك كذا تعريف للماركتنج، من اهمهم هو التعريف ده اللي هو بنقول عليه الامريكان، اللي هو التعريف اللي جاي من الامريكان ماركتنج اسوسيشن. فهي بنقول عليها اكتيفيتي، يعني نشاط. الماركتنج ده نوع من انواع النشاط، وبيبقى له علاقه بالمؤسسات او عمليه البروسس نفسها، انك انت تعمل كرييتنج للبرودكت مثلا، او كرييتنج لايديا، عمليه خلق برودكت جديد أو خلق منتج جديد، أو خلق سيرفيس جديد علشان يستفيد به الناس أو يستفيد به الكاستمر. أهم حاجة الكاستمر اللي هو العميل، مش دايما يقول لك العميل على دائما على حق، فإحنا مهتمين جدا بالعميل بقى هنا. ماركتينج هو الاهتمام بالعميل. والكوميونيكيتنج اللي هي كانت زمان بيسموها بروموتنج، إن أنا مثلا أعمل اعلان او اعمل ادفر، يعني اتكلم على المنتج بتاعي. فهو الحاجه الاحدث شويه قال لك لا، انا مش كفايه اني اتكلم على المنتج بتاعي، لازم اعمل كوميونيكيشن كمان، اسمع الكاستمر بيقول ايه، اسمع الكاستمر رايه ايه، اسمع الكاستمر عايز ايه، واخد بالك؟ فده الكوميونيكيتنج، يعني بقت ايه تو واي شانل، ان انا اعلن وفي نفس الوقت اسمع. الديليفرنج اللي هو البليس، اللي هو مثلا انا ازاي اوصل المنتج بتاعي في المكان المناسب علشان يقدر الناس تشتريها او توصل له بسهوله. وعمليه الاكسشينجنج اللي هي انك انا باخد بقبض فلوس مقابل المنتج، او بقبض ايه عن طريق الكريدت كارد، او لو واحد مثلا غني وما عندوش فلوس يديني مثلا ذهب او يديني خاتم او